إذن احنا اليوم هنا تضامنا مع في يعني متضرري ومتضررات الملفات العالقة، وخصوصا ملف الزنزانة 10 وملف موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، وكذلك ملف الملحقون التربويون والأساتذة ضحايا النظامين. إذن لأن الوزارة تعنتت فيما مرة وأخلفت موعدها مع الشغيلة التعليمية، ونحن تنشوفوا الآن أن المشروع أو الميزانية ديال 2023 عفوا تمت المصادقة عليها، ولحد الساعة الوزارة لم تخصص أي اعتمادات قصد رفع من أجرة النساء ورجال التعليم، وكذلك تحقيق يعني ترقية للنساء ورجال التعليم منهم الزنزانة 10 والمقصيين من خارج السلم. وبالتالي فنحن نوجه الخطاب للوزير، نوجه رسائل للوزير أن لابد من كبح جماح ديال الاحتقانات المتكررة نظرا للعشوائية في سوء تدبير ملفات نساء ورجال التعليم. ألوغ اليوم كاينين هنا في وقفة أمام المديرية باش نعبروا على الحق ديالنا، ولا باش نطالبوا بالحقوق ديالنا اللي هما الترقيه اللي هي خارج السلم، لان ما عندناش الحق فيها، وسواء بالناس ديال الثانوي التاهيلي، وحقوق اللي مهضومه بزاف بحال المباراه ديال التفتيش، المباراه ديال تدريس الجاليه المغربيه وانسي دو سويد، مع العلم انه كنديروا بزاف ديال المجهودات حتى حنا كاساتذه ديال الاعدادي ديال الثانوي الاعدادي والاساتذه ديال الابتدائي. بغينا الحقوق ديالنا، وبغينا حتى حنا تسمع الصوت ديالنا، وكنتمناو انه الوزاره تشوف لهذا الملف، لانه مستعدين اننا نمشيو جيت كوبو باش ناخذوا الحقوق ديالنا، لان الحق ما كيتعطاش، الحق يؤخذ، وغادي ناخذوا حقنا ان شاء الله. وكنتمناو انه الوزاره تحاول ما امكن تكون هي الناطق الرسمي باسم الاستاذ، ماشي لانها تمثلنا، ماشي وزاره اللي غتجي باش تهرسنا ولا تهرس الحقوق ديالنا، لانه هما اللي كيمثلونا كوسوسوا داخل الحكومه كوسوسوا في اتخاذ القرارات. وكفانا من التعنت، وكفانا من اللامبالاه، وكفانا من عدم الاستماع، وكفانا من تحقير الاستاذ، لان بدون الاستاذ لا يوجد هناك واحد البلد اللي هو متطور، لان الاستاذ هو المركز ديال جميع المهن، والمركز ديال جميع اولا المركز ديال الوعي ديال المجتمع. فتنا اليوم كتجي استجابه لنداء المجلس الوطني للتنسيقيه الوطنيه الاخير، والتي تعمل على النضال من اجل هذا الملف الذي يعني ما فتئ ونضل عليه الكثير، وبالتالي فملفنا كتنسيقيه يشمل نقطة واحدة، ألا وهي خارج السلم أسوة ببقية زملائنا في الثانوي التأهيلي، وبالتالي فهناك حيف تجاه شغيلة كثيرة من التعليم، وخاصة التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي وكذا الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة. وبالتالي فالتنسيقية الوطنية بعد مجموعة من النضالات فارتأت أن تخطط لبرنامج نضالي سيشمل مجموعة من النقاط، أهمها مقاطعتنا لمنظومة مسار، ثم مقاطعتنا لجميع التكوينات والأنشطة المنظمة على صعيد المؤسسة وجميع الأنشطة الموازية باستثناء مهمة التدريس حتى تحقيق مطلبنا العادل ألا وهو خارج السلم. وأعادي الكرامة